البركة خير إلهي ينزله الله تعالى في الشيء فيزيد وينمو ويغتبط الناس به، يصير سعادة، مصدر سعادة. نعم. هذه هي البركة، لأن النعم أحيانا تزيد وتكثر ولكنها مصدر شقاء، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، حياة الدنيا. وقال الله تعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هل ترى في هذا المال ولا الولد بركة؟ لا، خسارة. الخسارة. فالبركة خير ونماء وزيادة، لكن معها سعادة ورضا وطمأنينة. هذه يعني هي مقترنة يا شيخ، واقتران بين السعادة والبركة. نعم، البركة السعادة من معاني، من مستلزمات البركة. إذا أتاك شيئا أشقاك ما في بركة. جميل. بعض الناس يتعذب الآن بسبب ولده، يعني ما يعرف السجن ولا يعرف البلاوي ولا ذا، لين يجي له ولد.